الاختبار الثاني نحو طريق المونديال في الموزمبيق لم يكن هينا في بدايته. المنتخب الجزائري عاد بالفوز في مباراة لم تكن هينة في شوطها الأول الذي لعبه الخضر في ظروف صعبة. بقي فيها مونديال ثابتا على عرينه في كل اختبار، وأثبت أنه الحارس الذي يرسل لك رسائل الاطمئنان بأداء مميز جدا جعل المنتخب ينجو من فخ الشوط الأول. الشوط الثاني كان مغايرا في نهايته. المنتخب الجزائري استطاع أن يجد الحل عن طريق عمورة الذي كان سما قاتلا أمام المرمى بتحركاته السريعة التي أربكت دفاع الموزمبيق، فكان الهدف عن طريق شايبي بمجهود رهيب من السريع عمورة. الضغط بقي متواصلا وعمورة يواصل إرباك الدفاع ويقتنص كرة كانت نهايتها عند زروقي الذي أمضى على هدف الاطمئنان ليحقق المنتخب الجزائري 3 نقاط ثمينة جدا سيكون وزنها ذهبا في باقي المشوار لوصول لمونديال 2026 والذهاب للكان الإفريقية بمعنويات أكبر، ليثبت بالماضي مجددا أن التفاوض خارج الديار أصبح أمرا معتادا لفريقه رغم كل ظروف. حلة جديدة وذوق أروع. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.